بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة مع أولى حلقات الشرح لعام 2021-2022. إن شاء الله هنبدأ النهاردة في مادة الفلسفة وهنشرح الجزء الأول من فصل فلسفة البيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول بيتكلم على فلسفة البيئة. ما هي فلسفة البيئة؟ أو بمعنى تاني، ما هي البيئة من منظور فلسفي؟ لو بصينا على التعريف هنجد أن التعريف بيتضمن أربع محاور. رقم واحد، الفلسفة البيئية هي أحد فروع الفلسفة التطبيقية. تطبيقية؟ لأن في فروع تانية، فروع أساسية للفلسفة، يبقى ده أحد فروع الفلسفة التطبيقية في عصرنا. نستنتج من ذلك إن هذا الفرع فرع جديد وليس فرع قديم، ليه أصول قديمة ولكن هو فرع جديد. يبقى الفلسفة التطبيقية هي أحد فروع الفلسفة التطبيقية. الفلسفة البيئية أحد فروع الفلسفة التطبيقية في عصرنا. ذلك الفرع الذي يهتم بمشكلات البيئة أو البيئة ومشكلاتها، تلك المشكلات الناتجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي. هذا التقدم أدى إلى تهديد الحياة الطبيعية لحياة الكائنات الحية بما فيها الإنسان. يبقى لو ركزت في هذا التعريف هتجد نفسك بتمشي في أربع محاور. هو فرع من الفروع التطبيقية، بيدرس البيئة ومشكلاتها، تلك المشكلات الناتجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي. أربعة، هذا التقدم أدى إلى تهديد البيئة الطبيعية لحياة الكائنات الحية. نفهم من هذا التعريف إن ده فرع جديد، إن ده فرع من الفروع التطبيقية، إن ده بيحدد السلوك الذي ينبغي أن يكون عليه علاقة الإنسان مع البيئة. بيحدد السلوك الذي ينبغي أن يكون عليه علاقة الإنسان بالبيئة. ننتقل بعد ذلك إلى النتائج المترتبة على تهديد الحياة البيئية لحياة الكائنات الحية وحياة الإنسان. تهديد البيئة الطبيعية على رأسها الإنسان جعل الفلاسفة والعلماء يضعون ثلاث أسس. الأساس الأول هو تحقيق التوازن. وأول ما نسمع كلمة التوازن لازم يكون أمامي أمرين. الأمر الأول هو مطالب الإنسان المتزايدة في السيطرة على البيئة واستغلال مواردها. يبقى لازم يكون في توازن بين هذا الأمر وهذا الأمر. اديني كده مثال على مسألة التوازن. يعني مثلا النبات في عملية البناء الضوئي بيخرج الأكسجين، احنا بنحتاج الأكسجين، احنا بنطلع ثاني أكسيد الكربون، النبات في البناء الضوئي بيحتاج إلى ثاني أكسيد الكربون، يبقى فيه هنا توازن. مثال تاني على التوازن، الفلاحين في الولايات المتحدة الأمريكية قتلوا في عام واحد قرابة 125 ألف طائر من البوم والصقور. لما قتلوها أدى ذلك إلى زيادة وانتشار الفئران اللي أكلت المحاصيل عند الفلاحين. إيه اللي حصل؟ كان في خلل في التوازن. البوم والصقور بتخلصهم من الفئران. طب أنت قتلت البوم والصقور، يبقى على طول في انتشار للفئران، يبقى لابد أن يكون هناك توازن بين الاستغلال وبين السيطرة. الأمر الثاني اللي دعا إليه الفلاسفة والعلماء كأساس للتعامل مع البيئة هو احترام حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية. الحقوق بتاعت الموارد بتاعت الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، هذه الحقوق تعتبر حقوق لناس لسه مجوش. المثال على كده الملك فاروق أغلق منجم ذهب اسمه منجم السكري، وهذا المنجم أغلقه لأنه حق للأجيال القادمة.
الأمر الثالث والأساس الثالث اللي دعا إليه الفلاسفة والعلماء لكي نتعامل مع البيئة تعامل صحيح هو احترام حقوق الطبيعة بما فيها من كائنات حية. يبقى هنا التهديد اللي حصل للبيئة الطبيعية على رأسها الإنسان دعا العلماء والفلاسفة إلى ثلاثة أمور: واحد، تحقيق التوازن بين مطالب الإنسان المتزايدة في السيطرة على البيئة واستغلال مواردها، احترام حقوق الطبيعة بما فيها حقوق الكائنات الحية، احترام حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية. يبقى ناخد تعريف فلسفة البيئة أو البيئة من منظور فلسفي، واتكلمت على رؤية العلماء والفلاسفة نتيجة هذا التهديد دعوا إلى ثلاثة أسس. بعد كده نبدأ نتكلم على معنى البيئة لغة واصطلاحا. معنى البيئة لغة يعني المعنى الاشتقاقي. أصل كلمة البيئة اشتقاقيا من كلمة بوأ أو بوأه وتبوأ. ابن منظور في كتابه لسان العرب، وده معجم من المعاجم، بيفسر لنا الكلمتين، فبيقول باء يعني رجع، تبوأ يعني نزل وأقام. اديتك مثال، بوأتك بيتا يعني أنشأت لك بيتا. يبقى ده المعنى اللغوي ولكن لسه مش كامل. معنى الكلام اللي فات ايه؟ المعنى اللغوي معناه ان البيئة هي المنزل والمكان الذي نزل فيه الإنسان واتخذ منه مكانا. بمعنى آخر، كل ما يحيط بالكائن الحي يعتبر بيئة. خد بالك من الملحوظة اللي جاية، المعنى اللغوي للبيئة ورد في القرآن الكريم في آيات كثيرة، ولكن الكتاب بتاعنا ذكر آية من الآيات جاءت فيها كلمة تبوأ في قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أخي هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. يعني انزل أنت وأخوك هارون إلى مصر واتخذوا من مصر بيوتا لقومكم. يبقى هنا المعنى اللغوي بوأه وتبوأ، باء يعني رجع، تبوأ يعني نزل وأقام. خلاصة الكلام، البيئة هي المكان الذي يستقر فيه الإنسان، البيئة هي المنزل الذي اتخذه الإنسان مكانا ليعيش فيه، أو بمعنى آخر كل ما يحيط بالكائن الحي. وقلنا إن المعنى اللغوي ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. بعد ما خلصت المعنى اللغوي الاشتقاقي، نتكلم على المعنى الاصطلاحي. ما المقصود بالمعنى الاصطلاحي للبيئة؟ هي مجموعة الأشياء والظواهر التي تحيط بالفرد وتؤثر فيه. لذلك نقول بيئة طبيعية، بيئة داخلية، بيئة خارجية، بيئة عضوية، بيئة اجتماعية، بيئة فكرية. يبقى هنا البيئة بالمعنى الاصطلاحي أشياء تحيط بالفرد، ظواهر تحيط بالفرد تؤثر فيه. عشان كده قلنا أنواع كتيرة من البيئات، زي البيئة الداخلية للفرد، زي البيئة الخارجية العادات والتقاليد ومؤسسات المجتمع والفنون والعلوم، البيئة الفكرية المعارف والمعلومات، البيئة العضوية أعضاء جسم الإنسان ممكن تأثر في الإنسان وتأثر في سلوك الإنسان. ملحوظة مهمة جدا، إن العلماء المسلمين أول من استخدموا المعنى الاصطلاحي للبيئة. إمتى؟ منذ القرن الثالث الهجري، 3 هجرية. من أشهر هؤلاء العلماء اللي عرف البيئة بمعناها الاصطلاحي ابن عبد ربه، صاحب كتاب العقد الفريد. العقد مش العقد، العقد، لأن هذا العالم وهذا الشاعر ابن عبد ربه شاعر أندلسي كان ليه كتاب اسمه العقد الفريد. طب ايه سر التسمية؟ ان كان بيطلق على كل باب من الابواب اسم حجر كريم، زي اللؤلؤ، زي الياقوت، زي المرجان، عشان كده سمى الكتاب العقد الفريد. عشان كده ابن عبد ربه لما عرف البيئة اصطلاحيا اراد ان يشير الى امرين: الامر الاول
الإشارة إلى أن البيئة هي الوسط. الوسط ممكن يكون إحيائي، ممكن يكون مكاني، ممكن يكون جغرافي، وده بيعيش فيه، يبقى الوسط يعيش فيه الإنسان. ويشير أيضا إلى المناخ، المناخ الذي يحيط بالإنسان، والمناخ قد يكون فكري أو سياسي أو أخلاقي. يبقى ابن عبد ربه أشهر من عرف البيئة بمعناها الاصطلاحي في كتابه العقد الفريد، للإشارة إلى أمرين: وسط يعيش فيه الإنسان كالإحياء والجغرافي والمكاني، ومناخ يشير إلى المناخ الذي يحيط بالإنسان كالمناخ السياسي، كالمناخ الفكري، كالمناخ الأخلاقي. يبقى كده أنا عرفت المعنى اللغوي والمعنى الاشتقاقي الاصطلاحي والاصطلاحي للبيئة. بعد كده هننتقل إلى العلاقة الجدلية بين الإنسان والبيئة. العلاقة الجدلية بين الإنسان والبيئة مش هندخل فيها كده على طول، ده احنا عندنا مقدمة، بس عاوز أنصح حضرتك نصيحة. احنا هنا ورد عندنا ابن منظور، ورد عندنا ابن عبد ربه، ما تنساش لسان العرب عند ابن منظور، ما تنساش العقد الفريد عند ابن عبد ربه، الفيلسوف الثالث ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون. عبد الرحمن ابن خلدون بيعرف الإنسان حسب التعريف المنطقي، فبيقول: الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على التأثير في البيئة، وهو الكائن الوحيد القادر على تعمير العالم. يبقى الإنسان عند ابن خلدون كائن يستطيع أن يعمر البيئة العالم، وكائن يستطيع أن يؤثر في البيئة، وهذا ما يميز الإنسان عن كل الكائنات الحية. وبالتالي يوجد علاقة خاصة بين الإنسان وبين مكونات البيئة، النبات والحيوان والسماء والأرض، علاقة خاصة. هذه العلاقة الخاصة احنا هنتكلم عنها حاليا، اللي هي العلاقة الجدلية بين الإنسان والبيئة، والنبات والحيوان وغيره بتشارك الإنسان العيش. من تاني، العلاقة الجدلية بين الإنسان والبيئة يتكلم في البداية وفي مقدمة لهذه العلاقة وهذه المراحل ابن خلدون، بيعرف الإنسان تعريفا منطقيا بمحورين. المحور الأول إن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على التأثير في البيئة، إن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على تعمير العالم، وهذا ما يميز الإنسان عن غيره. عشان كده توجد علاقة خاصة بين الإنسان وبين مكونات البيئة، النبات والحيوان وغيره، التي تشاركه العيش في هذه البيئة. نبدأ مع أولى هذه المراحل، وهي مرحلة التقديس والتأليه. المراحل دي تم ترتيبها حسب الترتيب الزمني، يعني مين الأقدم ومين الأحدث. المرحلة الأولى تسمى بالتقديس والتأليه، لأن المرحلة دي بتتميز بميزة مهمة جدا. إيه هي؟ أن الإنسان وجد نفسه في بيئة موحشة، وحيد، لم يستطع السيطرة الكاملة على الطبيعة أو على البيئة. يبقى الميزة اللي ميزت هذه المرحلة البيئة الموحشة وعدم القدرة على السيطرة الكاملة. عشان كده الإنسان لما معرفش يسيطر عمل إيه؟ لجأ إلى تأليه بعض الظواهر الطبيعية والكائنات الحية. زي مين؟ مثل ما ألها البابليون واليونانيون والهنود الطبيعة وظواهر الطبيعة والكائنات الحية اللي موجودة في الطبيعة، اتخذوا من ظواهر الطبيعة ومن الكائنات الحية اللي موجودة في الطبيعة إما آلهة أو تجسيد للآلهة أو رموز للآلهة. يبقى المرحلة دي أقدم المراحل وأولى المراحل، تتميز بفقد السيطرة والبيئة الموحشة. وبالتالي إحنا بنستدل على ذلك من حضارات البابليين والهنود واليونانيين، اللي أخذوا من الطبيعة وظواهر الطبيعة وكائنات الطبيعة إما آلهة أو تجسيد للآلهة أو رموز للآلهة. تعال ندي مثال. الديانة الهندوسية مثلا اتخذت من شجرة التولسي شجرة مقدسة، لاعتقادهم بأن هذه الشجرة بتخرج وتطرد الطاقة السلبية الموجودة عند الإنسان. يبقى الكلام ده بيمثل إيه؟ بيجسد إيه؟ مرحلة التقديس والتأليه. أما نقول المصر القديم اتخذ من الشمس رمزا للإله رع،
المصري القديم اتخذ من القمر رمزا للإله آمون. يبقى كل ده بيجسد المرحلة الأولى، المرحلة الأولى التقديس والتأليه. المصري القديم قدس العديد من الأمور، قدس نهر النيل وأطلق عليه اسم الإله حابي. أيضا ما ننساش أن المصري القديم قدس العديد من الكائنات الحية زي الجعران، زي طائر أبو منجل، زي الكباش، زي البقر، زي القردة، زي التماسيح، أشياء كثيرة جدا من الطبيعة المصري القديم كان بيقدسها واتخذها رموزا للآلهة في ذلك العصر. يبقى دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تسمى بمرحلة التفسير والتوظيف. المرحلة دي لها مدة زمنية، كثير من الطلبة بيخطئ بيقول إن المرحلة دي ظهرت في العصر الحديث، طبعا خطأ. هذه المرحلة بدأت منذ الحضارة اليونانية القديمة والفلسفات الطبيعية وتطورها حتى مطلع العصر الحديث. كلمة حتى معناها إنها انتهت عند مطلع العصر الحديث. معلومة عشان ما يتلعبش بي في الأسئلة، هذه المرحلة هي أطول فترة زمنية لأي مرحلة، فترتها الزمنية طويلة جدا لأنها امتدت من قرون ما قبل الميلاد، حوالي 5 قرون أو 6 قرون قبل الميلاد، إلى القرن 15 و16 الميلادي، يعني العصر الحديث. يبقى المرحلة دي طويلة. طب تميزت بإيه؟ تميزت بتفسير. مين اللي فسر؟ أرسطو. نجح أرسطو في تفسير العالم الطبيعي، واستند في تفسيره إلى أن الأرض هي مركز العالم الطبيعي، هي المركز. التفسير ده سيطر على العقول وعلى عقول الناس في عصور طويلة، وظهر هذا التفسير في نظرة الإنسان إلى البيئة الطبيعية، إلى أن البيئة بكل ما فيها من خيرات، من كائنات، من ظواهر هيأها الله، يعني وظفها، عشان كده سموها مرحلة التوظيف. وظفها الله، هيأها الله لخدمة الإنسان. يبقى المرحلة دي بتتميز بأنها مرحلة بدأت في الحضارة اليونانية والفلسفات الطبيعية وانتهت عند مطلع العصر الحديث. كان فيها أرسطو نجح في تفسير العالم بأن الأرض مركز العالم الطبيعي، والتفسير بتاعه ظل مسيطر على العقول في أن نظرة الإنسان في هذه العصور كان بينظر للبيئة وظواهر الطبيعة والكائنات الحية على أن الله هيئها لخدمته. بالنسبة للمرحلة الثانية، أي فيلسوف يوناني يجي لك في أي سؤال بيتكلم عن تفسير العالم، زي الأمبادوكليس، زي طاليس اللي بيقول أصل العالم هو الماء، على طول تبقى المرحلة الثانية التقديس والتأليل لأنه فسر. أما يجي لك أي فيلسوف يوناني بيقول لك إن أصل الكون 4 عناصر، الماء والهواء والتربة والنار، على طول تبقى المرحلة الثانية التقديس والتأليل. يبقى أي شيء بيفسر العالم أو الطبيعة، أو أي شيء بينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى هيئ الطبيعة لخدمة الإنسان، يبقى على طول المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة تسمى بمرحلة الاستغلال والسيطرة. المرحلة دي بتتميز أنها ظهرت مع العصر الحديث، مع العلم الحديث، مع مناهج المناهج التجريبية الحديثة. يبقى ظهر مع العلم الحديث المرحلة الثالثة و المنهج التجريبي أو مناهجه التجريبية الحديثة. العلماء والفلاسفة حطوا معادلة مهمة جدا في هذه المرحلة. إيه المعادلة دي؟ 3 أشياء يدوني حاجة، 3 يديني 1. إيه هم 3؟ يرى الفلاسفة والعلماء أنه كلما، الأولى، فهم الإنسان الطبيعة بمنهجه التجريبي، الثانية واستغلال مواردها، والثالثة وتسخير الكائنات لخدمته. طب ايه اللي هيحصل؟ كلما انتصر عليها وحقق هدفه المنشود. ايه هو الهدف المنشود اللي كان بيفتقده في المرحلة الاولى، مرحلة الاستغلال والسيطرة؟ يبقى بكده المرحلة ديت العلماء والفلاسفة وجدوا ان الانسان فعلا استغل البيئة وفعلا سخر الكائنات لخدمته. عشان كده من سلبيات المرحلة ديت نظرة الحديث، ما فيش حد كان بيتكلم، نظرة الحديث عن حقوق الكائنات الحية في الحياة. يبقى هنا لو جالي في أي سؤال شيء يتحدث عن الثورة الصناعية
يبقى على طول المرحلة الثالثة. لو جالي أي شيء بيتكلم على استغلال الإنسان للبيئة بأن بيحول مثلا المخلفات إلى طاقة أو بيحول المخلفات إلى منتجات نافعة على طول وأنا مغمض عيني المرحلة الثالثة. لو بيتكلم على الثورة الصناعية وطاقة الفحم وطاقة البخار يبقى المرحلة الثالثة. لو الإنسان استغل البيئة استغلال من أجل السيطرة الكاملة عليها المرحلة الثالثة. يبقى أي شيء بيكلمنا على استغلال الإنسان للبيئة وإعادته السيطرة مرة تانية على البيئة على طول المرحلة الثالثة. وما تنساش النقطة الأخيرة، أما يجيلي في أي سؤال بيكلمنا على إن في منظمات وضعت قوانين من أجل الحفاظ على حقوق الحيوانات في الحياة، ده بيتناقض مع مين؟ يبقى المرحلة الثالثة، لأن المرحلة الثالثة ما كانش فيها اهتمام بحقوق الكائنات الحية. المرحلة الرابعة مرحلة القهر والاستبداد. سميت بالقهر ليه؟ لأن التقدم العلمي قهر الطبيعة. طب إيه الأثر بتاعه؟ هنا الأثار السلبية ما ظهرتش، هنا في قهر، الأثار السلبية هتبان في المرحلة اللي بعديها. يبقى التقدم العلمي قهر الطبيعة، ومن آثار ذلك على البيئة تهديد الحياة البرية اللي فيها الكائنات الحية وحياة الإنسان، مما أدى إلى العديد من التحولات. في تحولات كتير حدثت في حياة الكائنات الحية وحياة الإنسان. اتنين، تطوير التكنولوجيا زي إيه؟ الهندسة الوراثية، الاستنساخ، الروبوت، مما أدى إلى تغيير طبيعة الكائنات الحية. طيب ايه اللي ممكن ناخده كمفتاح لهذه المرحلة؟ ايه الكلمات اللي ممكن تساعدني على الإجابة لما يجي اختيار من متعدد عن هذه المرحلة؟ يعني مثلا استخدام الإنسان لتحضير البكتيريا والفيروسات معمليا ده قهر. التجارب النووية ده قهر. التجارب على الحيوان بما لا ينفع الإنسان ده قهر. استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية في الأراضي الزراعية أدى إلى اختلال التوازن البيئي، يبقى ده قهر. يبقى كل شيء استغله الإنسان وظهر له آثار سلبية يبقى على طول مرحلة القهر والاستبداد. المرحلة الرابعة، ما ننساش نأكد إن هذه المرحلة ظهرت مع العلم المعاصر. الأولى، المرحلة الأولى مع فقد السيطرة والبيئة المحشة. المرحلة الثانية التفسير والتوظيف ظهرت مع الحضارة اليونانية حتى مطلع العصر الحديث. المرحلة الثالثة مع العلم الحديث ومناهجه الحديثة. الرابعة مع العلم المعاصر. المرحلة الخامسة تسمى بمرحلة الاحترام والصون، هي المرحلة التي نحياها الآن، هي المرحلة التي نعيشها الآن، الوقت الراهن. هنا الخطورة ظهرت، هنا الآثار السلبية ظهرت. الآثار السلبية للتقدم العلم والتكنولوجي تنبه العلماء والمفكرين والفلاسفة إلى خطورة الآثار السلبية للتقدم العلم والتكنولوجي. عملوا إيه؟ حذروا منها، حذروا من الآثار السلبية ودعوا إلى أمرين. رقم واحد، وضع تشريعات وقوانين لصون البيئة وحماية حقوق الكائنات الحية. اتنين، إيقاظ أخلاقيات الباحث العلمي، الباحث العلمي اللي بيعمل المبيدات وبيعمل التسليح النووي وبيعمل الأسمدة الكيماوية السامة، إيقاظ أخلاقه لحماية البيئة وحماية حقوق الأجيال القادمة. عشان كده لما يجي لي أي سؤال بيتكلم عن المرحلة دي يبقى على طول في أثر سلبي ظهر. مثلا أصدرت الأمم المتحدة قانون دولي أو ميثاق دولي لحماية البيئة، يبقى على طول مرحلة الخامسة الاحترام والصون. أصدرت الأمم المتحدة ميثاق لحماية حقوق الأجيال القادمة، مش دي قوانين وتشريعات؟ يبقى على طول المرحلة الخامسة. أصدرت الأمم المتحدة ميثاق لحقوق الحيوان أو دعا العديد من الفلاسفة إلى حماية حقوق الحيوانات، المرحلة الخامسة. عشان كده ممكن هنا نجرب على الحيوان ولكن بما ينفع الإنسان ولا يضر بالبيئة. عشان كده المراحل الخمسة لازم يكون في ترتيب زمني، ونهيد بالمرحلة الخامسة والأخيرة الوقت الراهن أو المرحلة التي نحياها الآن. في تعقيب
على المراحل الخمسة. التعقيب بيقول: لا يعني ذلك الحديث عن مراحل العلاقة الجدلية بين الإنسان والبيئة الخمس مراحل أنه لم تنشأ فلسفة البيئة في الوقت الحاضر، ما نشأتش في الوقت الحاضر، أو أن الإنسان لم يتنبه إلى ضرورة احترام البيئة إلا مع الفلسفات المعاصرة. أمال البداية كانت فين؟ منذ الحضارات الإنسانية القديمة، منذ حضارات الشرق القديم كان في وعي بالبيئة، بس ما كانش اسمها فلسفة البيئة. كانوا على وعي، الحضارات الإنسانية وحضارات الشرق كانوا واعيين بأهمية البيئة واحترامها وعدم قهرها والاستفادة من مواردها والحفاظ على حق الحياة للكائنات الأخرى، على أن تظل هذه البيئة عامة نافعة لمين؟ للحياة البشرية واستمرار الحياة المتوازنة اللي كنا بنقول عليها في استغلال وفي سيطرة، يبقى في توازن بين الاثنين. يبقى هنا نطلع بمعلومة مهمة جدا وملاحظة مهمة جدا، إن فلسفة البيئة لم تظهر مع الوقت الحاضر أو مع الفلسفات المعاصرة، إنما ظهرت مع الحضارات القديمة وخاصة حضارات الشرق. وقلنا الأسباب: اهتمامهم بالبيئة، وعيين بأهمية البيئة، عدم قهر البيئة، الحفاظ على حقوق الكائنات الحية، على أن تظل البيئة عامة ونافعة للبشرية كلها مع استمرار الحياة المتوازنة. كده خلصت المراحل الخمسة لعلاقة الإنسان بالبيئة. اتكلم على الجزئية الأخيرة في الحلقة بتاعتنا، وهي نشأة البيئة في الشرق القديم. نشأة فلسفة البيئة في الشرق القديم، يبقى على طول وأنا مغمض عيني ما عنديش غير حضارتين زي ما ذكر الكتاب: الحضارة المصرية القديمة والحضارة الصينية القديمة. بالنسبة للحضارة المصرية القديمة، كشف المصريون عن حبهم الشديد للبيئة. طب إيه الدليل على أنهم حبوا البيئة؟ حاولوا السيطرة على مواردها. طب ليه؟ لبناء حضارتهم الفتية القوية المبهرة. بقدر استغلالهم للموارد، بقدر اهتمامهم بالبيئة التي وصلت إلى درجة العبادة. يبقى حب المصريين للبيئة واستغلالهم للموارد، بقدر استغلالهم للموارد، بقدر أنهم وصل اهتمامهم بالبيئة إلى درجة العبادة. هناك عدة مظاهر بتدل على أن المصري القديم كان محبا للبيئة. أولا كتاب الموتى، وهذا يعد من أقدم الكتب المصورة التي تصور الحياة الآخرة، وهو أقدم كتاب مصور عرفته البشرية. بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على الحياة الآخرة. الكتاب ده بيشير لإيه؟ ما أنا ما هناخد منه اللي يفيدني في الموضوع بتاعي البيئة. يشير الكتاب إلى أن المصريين أدركوا، يعني فهموا، أن الحفاظ على البيئة وسيلة من وسائل التقرب إلى الله، وليس مجرد الحياة الطيبة على الأرض. نفهم إيه من الكلام ده؟ نفهم من الكلام ده أن الحفاظ على البيئة عند المصر القديم كان إرضاء للإله، وإن الفكر البيئي في مصر القديمة كان بيصطبغ بصبغة دينية. يبقى دي المظهر الأول اللي بيبين على إن المصريين كانوا محبين للبيئة. اتنين، تعويذة إعلان البراءة أمام الإله العظيم. هذه التعويذة المصري القديم بيأكد فيها عدة أمور، نلخصها في سطر صغير جدا: احترامه للكائنات الحية وحقوقها. التعويذة دي كانت عبارة عن دعاء يدعو فيه الميت لنفسه ويتبرأ بأنه لم يتعدى على حقوق الكائنات الحية. فكان يقول: لم أصنع الفخاخ للعصافير، لم أحرم الماشية من عشبها، لم أصطاد في بحيرات الآلهة، لم أصنع السدود لمنع المياه من موسمها، لم أطفئ النار المتأججة. المصري القديم في التعويذة بيتبرأ من أنه كان يتعدى على الطبيعة، والدليل أنه لم يعني لم يصنع كل هذه الأشياء حفاظا على الكائنات الحية وعلى حقوق الكائنات الحية. رقم ثلاثة،
من المظاهر اللي بتأكد ان المصري القديم كان محبا للبيئة ويعبد هذه البيئة احترامه لها. كل مظاهر الطبيعة من سماء وأرض وشمس ونبات وحيوان كانت المنهل. يعني المنهل يعني المصدر الذي نهلت منه الحضارة المصرية القديمة إيحاءات بأشكال وصور، خد شكل وخد صورة من الطبيعة ومن مظاهر الطبيعة للآلهة، ده كمان استخدم هذه الإيحاءات للأشكال والصور في العقيدة بتاعته في الدين بتاعه. زي إيه؟ الإله رع رمز الشمس، الإله أمون رمز القمر. قدس المصري القديم رموز كثيرة من الطبيعة، الكباش والعجول والتماسيح والجعران وطائر أبو منجل، كائنات كثيرة جدا المصري القديم اهتم بيها وقدسها. آخر مظهر من مظاهر حب المصري القديم للنيل هو تقديسه لنهر النيل. المظهر الرابع اللي بيدل على ان المصري القديم محب للبيئة تقديسه لنهر النيل. قدس نهر النيل لدرجة العبادة فأطلق عليه اسم الإله حادي، أقام له الأعياد مثل عيد وفاء النيل. وعيد وفاء النيل هي عبارة عن عروسة بكر جميلة كانت بتلقى في نهر النيل عشان بيعتقد ان ده هيؤدي الى زيادة الفيضان، فأطلقوا عليه عيد وفاء النيل، كما كانوا يوجهون لهذا النهر العظيم القرابين والأناشيد. بكده نكون خلصت الفكر البيئي في الشرق القديم متمثل في مصر القديم. ثانيا، فلسفة البيئة في الصين القديمة. الطبيعة عند المفكرين الصينيين القدماء تعني الطاو. ما هو الطاو؟ هو المبدأ أو المال الذي تأتي منه الأشياء، أو القانون الطبيعي للأشياء. يعني لو جالي في سؤال يؤكد الصينيين على أن هناك شيء واحد يرجع إليه كل الأشياء، إيه هو الشيء ده؟ الطاو، لأن هو اللي قال مصدر كل الأشياء الذي تأتي منه الأشياء. لا ننسى أن الطاويون لا يزالون أول من استبصروا مبدأ الضرورة في هذا العالم. الضرورة مبدأ العلة والمعلول، مبدأ أن كل سبب له مسبب وكل علة لها معلول. عشان كده الناس دول آمنوا بحكمة هذا الوجود، عرفوا إيه الحكمة من هذا الوجود، ربنا صنع هذا الوجود ده ليه، كما أكدوا على اتساقه أنه منسق وانتظامه. الوجود عند الصينيين منسق ومنظم ومرتب، كما أكدوا على الترابط بين الأشياء، ترابط بين الكائنات الحية زي ما هنقول كمان شوية، كما عرفوا حدود هذا الوجود وفاعليته يعني أهميته وتأثيره. يبقى ده خدنا مبدئين عند الصينيين أو عند الطاويين. رقم ثلاثة، فهموا العلاقة بين الكائنات في الطبيعة. أكدوا إن مفيش تمايز بين الإنسان وبقية الكائنات، رفضوا التمييز المصطنع، مفيش تمييز بين الإنسان وبين الكائنات الأخرى، وأكدوا ودعوا إلى إن الإنسان مع الكائنات الأخرى لابد أن يحيا الكل ويعيش الكل في تناغم في انسجام، وأن يحفظ الإنسان توازنه وألا يعتدي على البيئة وكائنتها بحجة أنه الأرقى والأقوى. نختم في النهاية بأشهر الناس اللي اتكلموا في البيئة والطبيعة، صاحب كتاب الطاو لاوتسي. يقول لاوتسي في كتابه الطاو مخاطبا الإنسان: أتحسب أيها الإنسان أنك قادر على تولي أمر هذا العالم وتحسينه؟ أنا لا أرى هذا ممكنا، لأن العالم مقدس ولا يسعك تحسينه. مقدس يعني ربنا سبحانه وتعالى جعله محفوفا بقوانين، هو اللي حط القوانين، ولو حاولت تغييره لأصبح خرابا. ما هو لاوتسي ده من ضمن الأسئلة اللي كانت بتيجي عليه، يقول لك مثلا على سبيل المثال: دع كل شيء على ما هو عليه نعيش في سلام. لاوتسي، ما هو لاوتسي هو اللي بيقول لا نتدخل أبدا في تغيير العالم، إحنا مش أوصياء عليه، اللي خلق الطبيعة هو اللي حط القوانين بتاعتها وهو اللي بيرعى تلك الطبيعة. عشان كده يعد لاوتسي أول فيلسوف صيني يحذر من
أن تغيير الإنسان أو تحول الإنسان لهذا العالم أو محاولة تغييره يعني أمرين: الضرر والخراب. في النهاية أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكونوا من السعداء على القناة إن شاء الله في فيديوهات بتراجع على هيئة سؤال الاختيار من متعدد موجودة على القناة فصول الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع. ارجع للفيديوهات بتاعت السنة اللي فاتت خاصة مراجعة الأبواب أو الفصول فصل فصل. في رعاية الله وأمنه أجعلكم ربنا سبحانه وتعالى يجعلكم من السعداء ومن الفائزين ومن المتفوقين. إذا أعجبك الفيديو فاضغط على زر الإعجاب ولا تنسى الاشتراك في القناة، وإلى اللقاء مع الجزء الثاني من فلسفة البيئة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.